السلام عليكم. اجتماعيات نحو مجتمع مستقر. في مواضيع اجتماعية كثيرة ممكن الواحد يتناولها، لكن من أهم المواضيع الاجتماعية اللي يلاحظ عليها اللي هي تكون مركزية في كل موضوع اجتماعي أو نشاط اجتماعي. أهم موضوع اجتماعي نحن نحب نتطرق اليوم اللي هو المسؤولية. فالسؤال اللي نحن نطرحه ونحاول نجيب عليه، المسؤولية هل هي تكليف أم تشريف؟ ما المقصود بتكليف؟ تكليف بمعنى أنه بما أنك في المجتمع، توصيفك الاجتماعي يصبح كنت أخ، كنت أب، كنت أم، كنت أخت، إيش مكان توصيفك الاجتماعي، هل لك حقوق أم عليك واجبات؟ إذا كنت بتقولي إنه أو بتقول إنه لك حقوق، معناته أنت منصبك منصب تشريفي. لكن إذا بتتكلم عن تكليف، يعني أنت بتنظر إنه مكانتك الاجتماعية الموجودة أنت فيها أو أنت فيه تكليف، معناته أنت بتنظر إنه بما إني أنا مكانتي الاجتماعية أب، أخ إلى آخره، معناته أنا لازم أفعل 1، 2، 3. إذا كان منصبك تشريفي، معناته حتقول بما إنه أنا أخ، بما إنه أنا أم، بما إنه أنا أب، لازم أحصل على 1، 2، 3. السؤال هذا مع إنه جدا بسيط، بس هو مهم لأنه يقع في صلب كل الحالات الاجتماعية اللي ممكن تكون موجودة. فهي مش سؤال أنا هجاوب عليه، هي سؤال أنت هتجاوب أو أنت هتجاوب عليه. نحن كل اللي هنسويه في البرزنتيشن البسيط هذا إنه نحن نستعرض بس ونعطيك معلومات إضافية تساعدك إنك أنت تفهم أكثر متى تحتاج تكون تكليف، متى تحتاج تكون تشريف، وأنت تحكم على وضعك الاجتماعي اللي أنت شايفه. المجتمع، صلب المجتمع هو العائلة. المجتمع أفراده من عوائل وجيران وأبناء وأقارب ممتد، لكن في أساسه هو العائلة اللي أنت تكون موجود فيها أو أنت تكون موجود فيها. دورك في العائلة هذا إذا كان أنت كنت أخ، كنت أخت، كنت خال، كنت عم، كنت زوج، زوجة، كنت جد، كنت جدة، كل منصب أو مقام اجتماعي له واجبات وله حقوق، لابد أنك أنت تكون ملم بيها. إلمامك بجانب الحقوق أو إلمامك بجانب الواجبات يرجع لك أنت كيف تنظر للمسألة، إذا كانت تنظر لها تكليف أو تنظر لها تشريف. لذلك السؤال الأول لا زال قائم. العوائل تختلف، مش واحدة، وأقدر أقول لك إنه من الصعب إن هي تتكرر كمان، يعني حالات. لكن في بعض القواسم المشتركة تكون موجودة بين
نمط عوائل معين. فتجد مثلا في عوائل يغلب عليها الطابع المهني، عقلانية أكثر، حسبتها منطقية، اهتمامها ذاتي، حياتها بسيطة، غناها مقنن. هذه العائلة المهنية. العائلة المهنية عندها عمق فهم، وعندها كمال معرفة. في الجانب الآخر العوائل اللي هي تكون نمطها إداري، عندها انضباط، عندها اهتمام بالمظهر، عندها دروس قيادي، أفرادها منضبطين، بروز أفرادها يكون بروز قيادي. وتجد مثلا مثلا الشخص البارز في العائلة اللي تكون طابعها إداري، تحصل الأبناء ما يشتغلون في المهنة وما عندهم رغبة في المهنة، بس عندهم حب للانضباط وحب مثلا القيادة. فإيش الصح؟ هل العائلة الأولى هي الصحيحة؟ هل العائلة الثانية هي الصح؟ الجواب الاثنين صح، هذه صح وهذه صح، وهذه نمط معيشة وهذه نمط معيشة، ما في اختلاف. الخلاف يصير متى؟ لما واحدة من يعني واحدة من الأنماط تحاول تغير النمط الثاني. الحقيقة هي أنه النمطين يحتاجوا بعض، فما في إدارة بدون مهنة، وما في مهنة بدون إدارة، لأنه دائما الشخص المهني عنده قصور إداري ملازم، والعائلة المهنية عندها قصور إداري ملازم. لأنه عمرك ما تشوف واحد يصنع سيارة ويطلع مثلا ماهر في صناعة السيارات وماهر في نفس الوقت في 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 السباقات وفي حلبات. صعب، ما الوقت ما يصير، ما يقدر يعيش حياتين. فتحصل هذه بيئة تخرج ناس مهنيين، وهذه بيئة تخرج ناس إداريين. اثنينهم صح، لكن لابد أن يكون العلاقة بينهم معرفة واضحة، والاختيار بالنسبة للفرد أن يكون هو مهني أو يكون شخص إداري خيار عن قناعة، هل هو يعيش نمط معيشة إدارية أو هو يعيش نمط معيشة مهنية. البروز اللي يكون موجود مثلا في العائلة المهنية هو انك انت تحصل مثلا افرادها محورهم مهنة، يعني تحصل مثلا زي افضلهم مثلا تحصلوا واحد مهني، والعكس في العائلة الإدارية تحصل افضلهم واحد إداري. الشخصية المهنية في العائلة الأولى الشخصية المهنية هي شخصية عندها شغف في صنعة معينة، في حرفة معينة، والشغف هذا يكون معدي لأفرادها. تمام، فتحصل أفرادها كمان يعني متداخلين في الصنعة هذه، الأبناء والأخ كويس. هتحصل مثلا نقاشهم طويل، اهتمامهم عندهم اهتمام زائد بالصنعة اللي هم بيشتغل فيها. في الجانب الآخر في الجانب الإداري تحصل
عندهم انضباط أكثر. تمام، استخدامهم للصنعة هو تمرير وليس اهتمام، يعني هما ما يهتموا بالأدوات اللي بيستخدموها، إذا كان هو بيدير سيارات، إذا كان بيدير مطعم، إذا كان ما عنده محبة للحاجة اللي هو الحاجة اللي هو بيها. تمام، لكن عنده دراية بكيفية إدارتها وإنتاجها بشكل أوسع، واللي هو يغطي الجانب المهني حق العائلة الأولى. العائلتين علاقتهم معرفية وتكاملية، لكن اندماج فهمي مستحيل، لذلك لابد يكون بينهم في مسافة، مسافة من المعرفة. لا الإداري حيصير مهني ولا المهني حيصير مهني. وبالتالي بعض الخلافات اللي تحصل أساسها هو الاختلاف هذا، اختلاف المنظور الإداري والمنظور المهني. المهني فهم، الإدارة معرفة وليست فهم، هي معرفة خلاص، ما أحتاج أفهم، أنا اللي أعرفه أنه كده كده كده. أما المهني يحتاج يفهم كل شيء، هو عنده احتياج أنه هو يتفهم، فبالتالي الاثنين مختلفين تماما. هذه لابد تكون موجودة في الموضوع في الحساب. هذا النمطين من العائلات موجود في كل المجتمعات، أي مجتمعات. ليش؟ لأنه هم بشر، فأي مجتمعات حتحصل المهني وحتحصل الإداري، إن شاء الله كانوا في الكونغو ولا كانوا في أمريكا. النمطين هذه من العوائل المهارات عندها تسقل مع تجارب المعيشة، مع التحديات اللي يخوضوها. بس مين اللي يبرز فيهم؟ اللي يبرز فيهم هو الشخص الإيجابي، هو اللي يأخذ بزمام المبادرة. لأنه في الإداريين في ناس سلبيين، وفي المهنيين في ناس سلبيين، هناك اتكال وهناك اتكال، نفس الشيء، بس يختلف في الكيفية. تمام، فالشخص الإيجابي في الجانب المهني هو الشخص اللي يقطع مسافات أطول يعني في الفهم. الشخص الإداري هو الشخص اللي يتحمل أكثر، عنده قوة تحمل أعلى، تحمل المسؤولية، تحمل من تجربة لتجربة، من مرحلة لمرحلة، تحصله ممكن يخوض مغامرات فيها ريسك عالي، لكن هو ما يحس بأي خطر لأنه اعتاد على المسألة. ففي الاثنين هذه مختلفة تماما، لأنه البيئة اللي هم عايشين فيها، العوائل مختلفة، التحديات مختلفة، المعطيات مختلفة. تمام، بس الإبراز أنه هذاك الشخص عنده فهم أعمق، الشخص الآخر في العائلة الثانية عنده تحمل أقوى. وشكرا.